أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. وادي سقم في مقبنة محافظة تعز أصبح تحت سيطرة القوات المشتركة بعد معارك عنيفة حقق خلالها الأبطال تقدمات، ومستمرون في التقدم في ظل انهيار وتهاوي في صفوف الميليشيا الحوثية وسقوط العشرات من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وتدمير أسلحة وعتاد مختلفة في صفوف أيضا الميليشيا، فيما الميليشيا وكالمعتاد ترد بقصف المدنيين وهناك ضحايا وجرحى وقصص إنسانية مؤلمة. أما في المحور الثاني من هذه الحلقة وبالحديث عن استمرار الفرق الهندسية في نزع ما زرعته الميليشيا من ألغام ومتفجرات في الساحل الغربي وخصوصا في المديريات التي تم تحريرها، وجدت القوات المشتركة والفرق الهندسية في القوات المشتركة وفرق نزع الألغام ألغام مختلفة الأشكال وأيضا متنوعة ومزروعة في كل الأماكن وحتى الأماكن التي لا تخطر على بال وتعترم أو تعتبر جرائم غير مسبوقة، حيث وجدت الفرق الهندسية مجموعة ألغام لكم أن تتخيلوا أعزائي المشاهدين في مسجد وفي خزان مياه وفي مدرسة وفي مركز صحي، إضافة إلى ما تم نزعه خلال الفترات السابقة من ألغام ومتفجرات وجدت حتى داخل منازل وعشش المواطنين. هذا بالإضافة إلى الألغام والمتفجرات التي زرعت في الأراضي الزراعية وفي الطرق التي يمر منها المواطنون، وهنالك مآس كبيرة ومآس إنسانية، وهنالك أناس فقدوا أطرافهم وبترت أطرافهم، وأيضا أحد الأشخاص الذين يعني فرح بالعودة إلى منزله يعني استقبله لغم من مخلفات الميليشيا الحوثية وبتر قدميه مع الأسف، وهنالك أيضا ضحايا كثر سابقا ويعني خلال الفترة الأخيرة جراء الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا الحوثية والتي سنتحدث عنها في المحور الثاني، ومموهة بأشكال يعني وأحجام مختلفة. إذن في المحور الأول من هذه الحلقة سنتحدث عن تقدمات الأبطال، وقبل أن أذهب إلى ضيفي في هذا المحور نتابع هذه اللقطات من الميدان والتي صنعها الأبطال من مديرية مقبنة. هذا ماليشيات الحوثي منهارين قوات ألوية العمالقة تتسلق الجبال بعدهم هذا هم الماليشيات. هذا أحد الماليشيات الذين هاربين هربوا. نعم، أبطال ألوية العمالقة تقدمون على سباب العدو من الغريبة من سغم. نعم، الأبطال يعتلون التباب. نعم، أبطال ألوية العمالقة في أعالي التباب الغريبة من سغم. الله الذي تركوه ماليشيا الحوثي وهولوا هاربون. إذن هذا كان جانب من الانتصارات التي يحققها الأبطال في الميدان، وهنالك انتصارات
في مختلف المناطق التي يتم تحريرها من قبل القوات المشتركة. عواد الوهباني مراسلنا في تعز معنا عبر الهاتف، وأيضا رشاد الكامل إعلام الساحل الغربي من اللواء التاسع عمالقة. مرحبا بكما عواد، مرحبا بك. عواد، سأسألك عن انطباعات المواطنين في تعز مع كل انتصارات تحققها القوات المشتركة ومع الاقتراب من محافظة تعز. يعني نتحدث اليوم عن وادي سقم في مقبنة بمحافظة تعز والتي تم تحريرها. إذن إلى أن يجهز الاتصال بعواد الوهباني سأعاود عليه ذات السؤال. رشاد الكامل من إعلام الساحل الغربي، مرحبا بك أستاذ رشاد. أستاذ رشاد مرحبا بك. إذن وكما تابعنا في الساحل الغربي، القوات المشتركة تواصل تقدمها وتواصل تحقيق الانتصارات، وهنالك السيطرة الكاملة على وادي سقم في مقبنة، وأيضا هنالك انتصارات سبقت هذه السيطرة، و يعني هنالك تحرك لاستتباب الأمن وعودة المواطنين إلى منازلهم. هنالك عدة مواطنون نزحوا من بطش الميليشيا الحوثية وهم اليوم يعودون إلى منازلهم في أمن وأمان واستقرار. لا منغص لهم إلا ألغام ومتفجرات الميليشيا الحوثية، وهنالك فرق تعمل بشكل دؤوب على انتزاع هذه الألغام والمتفجرات. وكما ذكرنا هذه هي اللقطات من الميدان والتي يسطر فيها الأبطال انتصارات عظيمة وتقدمات، ويعني تتكلل بالنجاح وفرار الميليشيا كما تظهر في الصور المصاحبة. وكما ذكرنا هنالك استبشار من المواطنين جراء هذه التقدمات ووصول القوات إلى القرب من محافظة تعز، وهنالك مواطنون يستبشرون أيضا رفع الظلم عليهم من قبل الميليشيا الحوثية والتي طال ظلمها خصوصا في محافظة تعز. يعني المواطنون يعانون من الحصار الجائر على محافظة تعز، وأيضا المعاناة التي يكابدها المواطنون جراء الطرق الفرعية والتي كان آخرها، وقد سبقها أيضا يعني مآس كبيرة في هذا الطريق الذي يعني سلكه المواطنون، يعني يعني ذهب في هذا الطريق ضحايا كثر جراء انقلاب السيارات أو جراء ما يحصل من حوادث في هذه الطريق الوعرة والتي يسلكها المسافرون لساعات، ويعني هنالك عناء ومشقة في السفر في هذا الطريق، وآخرها ضحايا من أسرة واحدة أمام أبيهم، يعني طفلان أمام أبيهم توفوا في هذا الطريق. وهنالك معاناة في محافظة تعز غير هذه المعاناة. نعم، إذن العميد ركن طه الجعمي معنا عبر الهاتف. سيادة العميد مرحبا بك. مرحبا مرحبا، حياك الله. حياكم الله، نبارك لكم الانتصارات ونتمنى الشفاء للجرحى، ونترحم على أرواح الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب هذا الوطن الغالي وهم يقارعون الميليشيا المدعومة من إيران. سيادة العميد حدثني إذا سمحت عن آخر هذه الانتصارات. آخر الانتصارات ما زالت القوات المقاومة المشتركة لجبهة الساحل الغربي تعيد ترتيب صفوفها وتؤدي الخطط، ثم الانتصارات إن شاء الله قادمة، فالتقدمات ما زالت يعني مستمرة في اتجاه جبل راس واتجاه سقم، ولكن هناك في إعاقة على أساس إعادة الانتشار وتطهير الأرض من العبوات الناسفة التي وضعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في الطرقات لتدمير البيوت والمنازل والمواطنين وإيقاف المارة في الطرقات. الآن ميليشيا الحوثي تزرع عبوات ناسفة بكثرة شديدة جدا لأنها تعتبر الوسيلة الأخيرة، وسيلة الضعيف، تقوم بحشد القرى بالقوة يعني بقوة السلاح وتزج بهم بالجبهات. سيادة العميد سنتحدث عن هذه الجزئية بالتفصيل في المحور الثاني، ولكن يعني من يلجأ إلى زراعة الألغام في يعني في المنظور العسكري كيف يمكن توصيفه؟ يعني
من هو الذي يزرع الألغام؟ طبعا يعني من يزرع الألغام يزرع الألغام القوة المنهزمة الإرهابية التي لا تحمل ذرة من الوطنية للشعوب. تزرع الألغام ليس لديها مسؤولية ولا تستشعر مسؤوليتها، لأن نتائج الألغام هذه نتائج وخيمة، تعتبر جريمة في حد ذاتها من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها الكون العالمي، لأنها تعتبر محرمة في القوانين العالمية. أما بالنسبة لبلادنا فبلادنا يعني تعتبر جريمة شنعاء، وزراعة الألغام هذه لا يقصد بها إعاقة القوة، بل يقصد بها تدمير كل ما كان للشعب، إخافة الشعب. الآن يعني وجود أكثر يعني بالآلاف معاقين من رعاة الغنم من المواطنين الذي يخرجوا إلى مزارعهم، والمارة والطرقات والسيارات غير آمنة، أصبحت البلاد غير آمنة مزروعة ألغام. تجد الآن يعني يحملوا ألغام أو فوق سيارات كاملة على أساس أنهم ينثروها في كل مكان، بل وزرعوها في أماكن يعني لا يتخيل الشخص يعني أن تزرع فيها. يعني هنالك مجموعة ألغام اكتشفت في مسجد يعني كفيلة بنسف الحي بالكامل. المزارع، المساجد، المدارس يعني مفخخة، والمساجد مفخخة في كل مكان، هي تعتبر وسيلة العاجز، ولا يمكن يوجد أي مكان إلا مفخخ في الجبال في الصحراء. الآن يعني في الصحراء بس دفنتها الرياح من ذو 4 سنوات أو من 3 سنوات، والألغام مزروعة في الصحراء، كل ما عرت الرياح الأتربة كل ما بارت الألغام، وكل ما حصلت ضحايا كثيرة في صفوف المواطنين القاتلين في القرى، محل ما تمر يعني ميليشية الحوثي، محل ما تضع الشر والدمار. طيب في هذا الإطار سيادة العميد طه، يعني في هذا الإطار، في إطار الجرائم التي تحدثت عنها والتي تقوم بها الميليشيا الحوثية، هنالك أيضا يعني ما إن تنكسر الميليشيا في أي مديرية وفي أي مساحة من الجمهورية اليمنية، حتى نرى قصف من أماكن يعني سيطرة الميليشيا على هذه الأماكن التي يتم تحريرها، وهنالك يعني استشهاد لمواطنين وأيضا جرحى من المواطنين، وبالتالي كيف سيتم التعامل مع مصادر النيران هذه التي تقوم بها الميليشيا الحوثية بالانتقام من المواطنين؟ هذه التعامل مع المصادر هذه ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لاتخاذ يعني قرارات حاسمة ضد ميليشيا الحوثي وتصنيفها جماعة إرهابية، لأن هذا الصمت المخزي من قبل يعني في الداخل والخارج لا يعني أنه تخلي عن القضية، بل يعني إتاحة فرصة للحوثي يعني للعبث في البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها دون أي مراعاة حقوق الإنسان. حقوق الإنسان، منظمة حقوق الإنسان التي تتحدث بالإعلام بالإعلانات لم تغير شيء، ما يعني مجلس الأمن لم يغير شيء، المنظمات الإنسانية لم تغير شيء، هذه ميليشيا لم تلتزم بالأنظمة ولا بالقوانين ولا بالمعاهدات ولا بالاتفاقيات، ميليشيا خارقة، ميليشيا لديها مشروع تدميري للأوطان، للأديان، للأمة، للنسيج الاجتماعي، لتجريف الهوية، ميليشيا ليس لها عهد، ميليشيا ليس لها ذمة، ميليشيا لا تحمل مسؤولية، كلها يعني من أجل تنفيذ المشروع الذي يخدم أجندة إيران والمجوس. سيادة العميد ابقى معي إذا سمحت، ينضم معنا رشاد الكامل يعود الانضمام إلينا من إعلام الساحل الغربي من اللواء 9 عمالقة. أستاذ رشاد مرحبا بك. نعم إذا نعود إليك سيادة العميد، سيادة العميد تحدث عن إعادة ترتيب للصفوف وهنالك إن شاء الله يعني خطة قادمة للتحرك الواسع، يعني هنالك معاناة يعانيها أبناء محافظة تعز جراء انقطاع الطرقات وأيضا جراء الحصار القائم على محافظة تعز، هنالك معاناة في محافظة إب، هنالك معاناة في أغلب المديريات، وقد رأيتم أنتم معاناة المواطنين جراء الجبايات التي يعني تؤخذ منهم ونقاط يعني مخصصة لأخذ الجبايات وما إلى ذلك، يعني هل يتوقع المواطن إن شاء الله يعني رفع الظلم عنه بتحرير هذه المناطق؟ انقطعت
المواطن يعني هناك ظلم واسع وكبير في محافظة إب ومحافظة تعز من جبايات، بل وهناك قضايا لن نستطيع التحدث عنها، قضايا إخلاقية، قضايا تمس الكرامة في صفوف يعني الميليشيات التي ترتكبها ضد المواطنين. أنت معي؟ جرائم متنوعة، تقصد جرائم متعددة تقوم بها الميليشيا الحوثية. صحيح، جرائم متعددة بالإضافة إلى الجبايات التي يعني تذهب إلى الجيوب الخاصة. هذه الجبايات يجبوها باسم يعني تعزيز أو مجهود حربي، بل توصل إلى مستوى الأغنام والأبقار، يعني مش المبالغ النقدية، مستوى الأغنام والأبقار. تجد الرعوي أو المزارع يربي يعني شوية من الأغنام، يكلف الشيخ الموجود في المنطقة يروح يأخذ من الأغنام حق المزارعين الضعفاء والرعية الضعفاء، مجهود حربي. نعم سيادة العميد ركن طه الجعمي نائب عمليات المقاومة الوطنية، شكرا جزيلا لك. الأستاذ رشاد الكامل من إعلام الساحل الغربية اللواء التاسع عمالقة، مرحبا بك أستاذ رشاد من جديد. أستاذ رشاد، أستاذ رشاد صف لنا الصورة من الميدان عن قرب، وأيضا كيف هي معنويات الأبطال وهم يحققون هذه الانتصارات ويرون فرار الميليشيا أمام أعينهم؟ أولا نحب أن نبارك لقيادة القوات الشركاء والمنطقة المحلقة بشكل عام الانتصارات العظيمة التي حققها الأبطال. ثانيا اليوم بحمد الله تم تحرير جبل منطقة الجبل والذي يطل على مصدر سقم من قبل أبطال القوات المشتركة في ألوية العمالقة الممثلة باللواء الثاني عمالقة قيادة العميد حمد الشكري. بالنسبة لمناطق المحررة الناس يعني تنفسوا السعادة. اليوم كنا نحن في زيارة ميدانية إلى بعض قرى شرق حيف منها النزالي والفش وغيرها، وتلمسنا هم المواطنين فاستمعنا المواطنين معاكي خصوصا في مجال الألغام. تم زراعة حقولهم ومزارعهم وأراضيهم الزراعية بكافة أنواع الألغام انتقاما كتعبير من الشيخ على الانتقام، وأظن منها أنها ستوقف زحمة قوات الأبطال المشتركة، القوات المشتركة في الساحل الغربي. طيب أستاذ رشاد اسمح لي فقط أن أعاود الاتصال بك من جديد حتى يتضح الصوت أكثر، يعني أريد أن يكون الصوت واضحا جدا إذا سمحت لي أستاذ رشاد. تحدثت عن يعني تحرك يعني للأبطال في الميدان وتحرير لمناطق، وأيضا هنالك يعني استبشار من المواطنين وتنفسوا الصعداء كما وصفت أنت، وأيضا تحدثت عن أن من أبرز ما يعني يضيق عيش المواطنين مجموعة الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية في مناطق واسعة وبأشكال مختلفة، وهنالك بإذن الله تعالى سنتحدث في المحور الثاني من هذه الحلقة عن الجهود التي وصلت فيها الفرق الهندسية، إلى أين وصلت في هذه الجهود لطمأنة واستتباب الأمن لدى المواطنين. أستاذ رشاد أيضا المواطنون يعني ذكرت أنهم تنفسوا الصعداء، كيف يعني هل يمكن أن تصف لنا الصورة، يعني تنقل لنا الصورة للجميع لمن لم يشاهد هذه الفرحة، وكيف تنفس المواطنون الصعداء؟ أخي طيلة فترة يعني وطائنهم عايشين تحت ميليشيا الحوثي كانت تهددهم بالترغيب والتهديد كرة بأنهم يا عملاء للاتحالف العربي، كرة بأنهم عملاء مع الدواعش كما يطلقون عليهم، كرة قامت أخي الحديد بزراعة كافة مزارعهم بالألغام بدل أن كانوا يزرعوها بالحب وبالغذاء الذي يقتاتون منه. طبعا المدينة حيث أريافها كلها ريف زراعي، قرى زراعية، وأغلب دخلهم معتمدين على الزراعة وتربية المواشي والدواجن من هذه الأقاليم، فكانوا يعني لا يستطيعون المرور من الطرقات إلا الطرقات ما خصصت لهم هي ميليشيا الانقلاب. ناهيك عنهم اليوم يحدثون بعض المواطنين في بعض القرى المحررة أن
عدد ما تم إحصاؤه من زراعة ألغام في منطقة الحصر فقط 6000 لغم، يقول لي 6000 لغم تم زراعتها من قبل الميليشيات الإنقلاب في منطقة الحصر، والذي هي التماس ما بين خطوة التماس ما بين القرى المحررة ومدينة حسم الشرق. هل هذه المنطقة الزراعية؟ منطقة الحصب هل هي زراعية؟ إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ رشاد الكامل من إعلام الساحل الغربي. سنذهب إذن مباشرة مضطرين إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، والذي سنتحدث فيه عن هذه المآسي التي تحدث فيها أو عنها ضيفية في الاتصال السابق، يعني تحدثوا أيضا عن المأساة التي يتعرض لها المواطنون في المديريات التي كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية وتم تحريرها، ألا وهي الألغام والمتفجرات التي زرعتها وملأت بها الميليشيا الحوثية كل الأماكن، ويعني المناطق الزراعية ومزارع المواطنين. يعني هنالك مواطنون في مديرية حيس مثلا، يعني مصدر رزقهم الوحيد هو المزارع ويعني المواشي، وبالتالي هنالك صعوبة لعودة المواطنين إلى حياتهم الطبيعية، ويعني هنالك مصدر رزق لهم ولأولادهم توقف تماما جراء هذه الألغام والمتفجرات. يعني المواطنون يصعب عليهم التحرك في هذه المناطق خوفا من الألغام والمتفجرات، وبالتالي هنالك مجهود مضاعف للفرق الهندسية وأيضا للفرق التي تنزع الألغام، وأيضا بالتكاتف والتعاون مع كل المواطنين وكل الشرفاء لعودة المواطنين إلى مزارعهم. إذن عقب هذا الفاصل سنتحدث عن الألغام والمتفجرات التي ملأت بها الميليشيا الحوثية كل المناطق التي تم تحريرها وكانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية. نعم، إذن سيكون معي في هذا المحور حسام بكري مراسلنا، ومحمد علوان عضو في الفريق 26 مساب، وعبد الله عسيلي المسؤول الإعلامي في اللواء الثاني زرانيق. نعم حسام بكري، مرحبا بك. مرحبا بك. نعم، حدثنا حسام عن الصورة التي وجدتها، يعني حدثنا عن قرب عن الصورة الكاملة ما رأيته أنت في الميدان من الألغام والمتفجرات التي زرعت بها الميليشيا الحوثية الأماكن التي كانت تسيطر عليها. طبعا هناك ألغام مختلفة الأشكال والأحجام، وألغام يعني تصاحب طبيعة الأرض. هناك ألغام إجرامية زرعتها جماعة الحوثي الإرهابية في أكثر من مناطق سكنية أيضا، وفي مدارس تعليمية وفي وحدات صحية أيضا تابعة للقرى التي تم تحريرها حديثا من ميليشيا الحوثي. أيضا هنالك زراعات مكثفة وحقول وشبكات واسعة للألغام التي تمت زراعتها في الوديان وفي المناطق الصحراوية والقصور. القصور أيضا هناك تفجير لبعض القصور عبر الديناميت. جسور الخط الرابط الذي يربط ما بين محافظتي تعز والفديدة الواقعة شمال مديرية حيس في منطقة بيت بيش، وبالقرب تحديدا من منطقة من مفرق العدين. كذلك تفجير جسر وادي المرير، طبعا هما جسرين، والجسر الأول الذي تم تفجيره بمادة الديناميت، الجسر الذي يربط بين وادي نخلة والجسر التابع لمنطقة المرير، وكلاهما يتبع مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الفديدة. نعم، جسور عبارات أيضا، جسور عبارات. ما الهدف؟ ما هدف الميليشيا من تفجير هذه الجسور؟ هدفها خوفا من تقدم القوات المشتركة للتحرير، وكذلك هدفها أيضا الهدف الذي كما هو شعار الموت وتدمير البنية التحتية أيضا. نعم، صف لنا الوضع في مديرية حيس، وكيف هو حال المواطنين بعد تحرير المديرية بشكل كامل؟ طبعا هنالك فرحات في كل بيت، يعني المنازل لا يخلى اي بيت الا وهناك الفرحة تعم هذه المنازل بمناسبة تحرير منازلهم. كذلك
هناك بعض المنازل الذي لا زالت منازلهم ممتلئة بالألغام والعبوات، مثل منطقة بيت بيش في منطقة مثلث العديم. وبالنسبة بمناسبة التحرير، هنالك المنازل والقرى البيتية التي تم تحريرها ما يقارب أكثر من 20 منزل، أكثر من 20 قرية تم تحريرها بالكامل وتطهيرها وتأمينها بالكامل من جهتي الجنوب والشرق وصولا إلى الجهة الشمالية. هناك القوات المشتركة الآن تقف على مشارف مديرية جبل رأس بعد أن تم تحرير وتطهير مركز مديرية منطقة المرير التابعة لمديرية جبل رأس، وكذا من جهة الشرطة كذلك تم تحرير منطقة البغيل التابعة لمديرية الجراح الواقعة شمال حيث. والآن المعارك لا زالت هناك مستمرة في تلك المناطق. نعم، تحدثنا عن ذلك بالكامل. تحدثنا عن ذلك في المحور الأول، سنتحدث في هذا المحور عن الألغام يعني بشكل يعني واضح وجلي، يعني في حيث يعني الفرق الهندسية هل تتحرك في كل الأماكن؟ يعني حدثنا عن جهود الفرق الهندسية وما هي الصعوبات التي تواجههم؟ طبعا الفرق الهندسية من تعمل، هنالك فريق مشروع مكان يعمل على أرض الواقع، كذلك الفرق الهندسية التابعة لكل الألوية التابعة للقوات المشتركة تعمل، سواء كانت ألوية حراس الجمهورية أو ألوية اتهامية أو العمالقة، جميعهم يعملون في الميدان لانتزاع هذه الألغام وتطهيرها بالكامل من تلك المناطق بجهود ذاتية وحثيفة جدا من الفرق الهندسية. تم انتزاع آلاف المتفجرات والعبوات التي ربطتها الميليشيات في منازل المواطنين، سواء في المنازل بحيث إذا عاد المواطنين إلى منازلهم بمجرد فتح الباب فإذا باللغم ينفجر على تلك الأسر. هنالك حدثت في منطقة شعب بني زهير أحد المواطنين فرح شديد أثناء تحرير منطقته، فعاد إلى منزله، فأثناء دخولي إلى البيت فإذا بعبوة إذا بلغمة انفجر وبتر ساقيه وتم إسعافه. كثيرة تمت زراعة الألغام في المنازل. يعني لم تكتمل فرحة هذا المواطن. هل لديك تفاصيل أكثر عن حالة هذا المواطن وعن استقرار حالته الصحية؟ ألا المواطن حاليا يخضع للعلاج بترة ساقي، وهو يعني محروم من منطقته ما يقارب أكثر من 4 أو 5 سنوات لم يتم دخوله إلى منزله، ففرح شديد فعاد إلى منزله. فالميليشيات الحوثية هذه كعادتها الإجرامية طيب، إذن بمعنى أن المواطن يتوقع وجود الألغام في أي مكان، وبالتالي هل هنالك توعية للمواطنين لعدم الذهاب إلى أي مكان قبل أن تتواجد فيها الفرق الهندسية وتطمئن المواطنين بالذهاب إليه؟ نعم، الفرق الهندسية الآن تقوم بالتوعيات لتلك المناطق وتحذر المواطنين من عدم العودة إلى منازلهم إلا بعد أن يتم مسح وتطهير منازلهم وقراهم أيضا، وحتى تؤمن لهم الطرقات للعودة إلى منازلهم. طيب، يعني يعتمد سكان هذه المديرية يعني في الغالب مصدر رزقهم يعني على الزراعة وأيضا المواشي. نعم. طيب. نعم، هناك الآن أهالي القرى الريفية التي تم تحرير مناطقهم سيعانون كثير من الويلات نتيجة هذه الزراعات العشوائية التي قامت فيها هذه الميليشيات الدموية الإرهابية بزراعة عشوائية. هناك كما أشرت لك سابقا، هناك ألغام مختلفة الأشكال والأحجام تمت زراعتها، هناك ألغام فردية، ألغام مضادة للدروع، ألغام على شكل الطبيعة. فالكثير من هذه الألغام تخطف أرواح الأبرياء. سأعود إليك حسام، نستمع إلى أحد الأبطال وقد يعني أكمل مهمته على أكمل وجه في نزع الألغام من المنطقة التي هو فيها. ميليشيا الحوثي قبل خروجها من هذه المدرسة قامت بتفخيخ المدرسة كاملة، وهذا نلاحظ التفخيخ أمامنا، وقد استنجدنا بفريق نزع الألغام الذي بدوره لبى مشكورا إلى هذا المكان رغم بعده عن مركز المديرية،
ووصل إلى هذا المكان بفضل الله سبحانه وتعالى بتوفيقه، قام باستخراج هذه العبوة الناسفة التي زرعت في إدارة المدرسة، في مخزن الكتب، في سلم، في الفصول، دون أي مراعاة لحق الطفولة، دون أي اهتمام لما للتعليم من قيمة ولما له من أثر في حياة الجيل والناشئة. هذه هي ثقافة الميليشيا الحوثية. طيب حسام، يعني استمعت إلى المتحدث قبل قليل، يعني زرعت الميليشيا المدرسة في كل مكان داخل المدرسة، وهنالك حديث عن زراعة عبوات متفجرة في جامع، وأيضا في خزان مياه ومركز صحي. أين أيضا زرعت الميليشيا الحوثية الألغام؟ نعم، إذا إلى أن يجهز الاتصال بحسام من جديد. تحدث حسام عن تحرك الفرق الهندسية لنزع الكميات الكبيرة من الألغام والمتفجرات في تناغم ويعني تحرك للفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة والمتخصصة، وأيضا مشروع مسام، وهنالك أيضا أهمية بالغة للتكاتف والتعاون من الجميع للإبلاغ عن أي مكان قد يعتقد أن الميليشيا زرعت الألغام والمتفجرات فيه. يعني أحد المواطنين قبل قليل تحدث عن زراعة مدرسة في كل مكان، في إدارة المدرسة وفي حتى تحت السلالم وفي يعني الفصول الدراسية. يعني لولا أن هذا المواطن تحرك بالإبلاغ، يعني تخيلوا لو ذهب الأطفال إلى مدرستهم من جديد وتفجرت بهم هذه الألغام والمتفجرات. وبالتالي هي رسالة من هنا من قناة اليمن اليوم للمواطنين، يعني الحرص الشديد والإبلاغ عن أي مكان قد يعتقد أنه فيه ألغام ومتفجرات، ونرجو من أيضا الفرق الهندسية والفرق المتخصصة وأيضا مسام لنزع الألغام تكثيف التوعية للمواطنين عدم الذهاب. يعني الميليشيا زرعت الألغام والمتفجرات بشكل عشوائي وبأشكال مختلفة وبأشكال مموهة، قريبة من شكل الأحجار، وقريبة من شكل جذوع النخيل، وقريبة من شكل الطبيعة. وبالتالي على المواطنين الحذر في هذه الجزئية حتى لا يذهب ضحايا. يعني هنالك جرائم إنسانية وقصص يعني مؤلمة جدا، وما تحدث عنها يعني واحدة من عشرات بل مئات القصص المؤلمة. يعني أحد المواطنين رجع بفرحة إلى بيته وغائب عن بيته 5 سنوات، واستقبله كما ذكرنا اللغم الحوثي وفقد بالتالي ساقيه. حسام مرحبا بك من جديد. يعني تحدثنا وتحدث أحد المواطنين عن اكتشاف شبكة ألغام في المدرسة في كل مكان في المدرسة. أيضا هنالك حديث عن شبكة ألغام تم اكتشافها في جامع وأيضا في مركز صحي وفي خزانات المياه. يعني هل لك أن تطلعنا أيضا، يعني هل تم اكتشاف شبكات ألغام في أماكن أخرى؟ طبعا كما أشرت لك سابقا في الألغام لغمت الميليشيا الحوثية المدارس ولغمت الشبكات والجسور، لغمت كل شيء جميل في هذه الأرض. المساجد أيضا تم تلغيمها. هناك أيضا حولت المدارس إلى مصانع، إلى مصانع للألغام ومسارس، يعني من مدارس حولتها إلى مسارس وحولتها إلى مصانع للألغام والعبوات، كذلك منازل المواطنين حولتها أيضا إلى مصانع، الجوامع والمساجد حولتها أيضا إلى حسام إلى مصانع. نعم حسام. طيب تحدث أحد ضيوفي، تحدث أحد ضيوفي عن منطقة الحصب، يعني فيها أكبر قدر ممكن من الألغام وبالآلاف. يعني هل تحركت الفرق الهندسية أيضا إلى هذه المنطقة، وهل يعني عاد مواطنون بعد يعني تحرك الفرق الهندسية أم ماذا؟ نعم، إذن حسام بكري مراسلنا في حي، شكرا جزيلا لك. عبد الله عسيلي المسؤول الإعلامي في اللواء الثاني زرانيق، مرحبا بك أستاذ عبد الله. مرحبا بك
مرحبا بك اخي الكريم ومرحبا بقناتكم الكريمه. نعم استاذ عبد الله. استاذ عبد الله، يعني هذه المآسي ويعني الالغام والمتفجرات التي زرعت بها الميليشيا الحوثيه كل المناطق، كيف يمكن في اقصر وقت ممكن يعني إزالة هذه الألغام والمتفجرات؟ نحن نعلم أن الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا بأشكال وأحجام مختلفة وأيضا دون خرائط وبشكل عشوائي، يعني كيف يمكن الوقوف قدر الإمكان مع المواطن وعودة حياة المواطن إلى سابق عهدها بشكل طبيعي؟ نعم أنا لا سمعت قصة هذا الموضوع، لكن سأحدثك ما يحدث في تهامة. أن العبوات الناتفة صراحة مزروعة بشكل مخيف وبأحجام وبأشكال غير متوقعة. ما تشهده تهامة من إجرام من قبل ميليشيا الحوثي يدعو إلى تدخل فوري من قبل المجتمعات والمنظمات الدولية. هذه الألغام والعبوات الناتفة التي تزرعها ميليشيا الحوثي بطرق مموهة هدفها هو إغواء المواطنين. القوات المشتركة في الساحل الغربي بفضل الله مع كثرة انتشار الألغام هذه كلهم تفننوا في تفكيكها، وكلما تفننت ميليشيا الحوثي في صناعتها وتمويهها إلا أن الأبطال تموهوا تفننوا في تفكيك هذه العبوات الناتفة. ولكن المواطن الضعيف المواطن البسيط الذي لا يجيد التعامل مع هذه العبوات وهذه الألغام المزروعة بشكل، وبالتالي أستاذ عبد الله ما هي أبرز الرسائل؟ أسبوع فقط بعد تحرير منطقة طي المحجر وفتح خط حيص المحجر انطلقت القوات المشتركة ما يقارب 350 لغم إلى الآن، إضافة إلى ذلك ما يقارب 150 عبوة ناسفة. تخيل أنها بوزن 50 كيلو جرام وتحتوي على مادة السيفور، هذه المادة محرمة دوليا. لا توجد إحصائيات للمواطنين الذين يذهبون ضحية هذه العبوات الناسفة وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين. تهامة تشهد إجرام، صراحة تشهد إجرام من قبل ميليشيا الحوثي، وكل ما تحاول أن تتفنن في زراعة هذه العبوات الناسفة لهدف إيقاف القوات المشتركة من التقدم، لكن بفضل الله لقد لاحظتم كم زرعوا في حيث، جلسوا في حيث يزرعوا ما يقارب 7 سنوات، وعندما حلت ساعة الصفر بسرعة البركة القوات المشتركة فتحت لها طريق والتفت عليهم وبقيت هذه العبوات الناسفة لتفضحهم. وجدوا عبوات ناسفة مزروعة وشبكات في منازل المواطنين، وكذلك وجدوها في مشاريع المياه، ووجدوها في المراكز الصحية. لم نأتي على قرية حررناها ووجدنا فيها حتى بئر ماء حفرته ميليشيا الحوثي للمواطنين، فقط وجدنا مقابر وعبوات ناسفة. ما تشهده تهامة صراحة يتطلب من المجتمع الدولي ومن المنظمات ومن الحكومات التدخل السريع لإيقاف هذه الجرائم التي تزرع. الآن بعد تحرير هذه المناطق وصولا إلى مناطق الجراحي، وصلنا بلاغ من مدينة الجراحي، الآن بدأ زراعة الألغام فيها، وكلما انتقلت من منطقة إلى منطقة تقوم بزراعة الألغام فقط، لا تبني لا مشروع، لا مياه، لا زفل، لا تصنح مدرسة، فقط تفخخ المدارس وتفخخ المراكز الصحية وتفخخ كذلك المساجد مقدسة المسلمين. هي اعتقدت أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله يعني، وهو السؤال قبل الأخير، يعني هي اعتقدت أنها بزراعة هذه الألغام تستطيع أن تعيق تقدم القوات المشتركة، ولكن لا يذهب ضحية هذه الألغام والمتفجرات إلا المواطن البسيط، أما القوات المشتركة تستطيع أن تتعامل مع كل هذه الألغام والمتفجرات وكل المعوقات التي تحاول الميليشيا الحوثية أن تعيق تقدم القوات المشتركة. أيضا هي فجرت ألغام وفجرت يعني جسور وأيضا فجرت عبارات، ماذا عن ذلك؟ وهل في اعتقادها أن ذلك سيعيق تقدمكم؟ نعم هي هم على بالهم انهم سيعيقون الابطال من التقدم، كسرت الجسور وفخخت العبارات وفخخت الطرقات كلها وزرعت بطريقه عشوائيه، وفوق كل هذا لا يوجد لديهم اي خرائط محدده لاماكن المزروعه في الاماكن التي زرعوها. حتى عندما قامت القوات المشتركه بعمليه مباغته راينا بعض الاطقم الفاره من اطقمها
قريبوا من نفس الكأس الذي زرعوه للمواطن. طيب. هم على بالهم أنهم أدركنا الوقت. ولكن أنا أؤكد لك وأنا في الساحل أنهم كلما تفننوا وكلما اخترعوا في زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات تتفننوا أنتم في نزعها. تفننوا في تفتيشها وزادوا إصرارا على التقدم. نعم أستاذ عبد الله. نعم. ولكم في حيث آية سبع سنوات زرعوها كلها عبوات ناسفة وعندما حنت ساعة الصفر ما هي حنتات حتى فتكوا هذه العبوات كلها وتقدموا وضعوهم فيما بعد في القرى التي كانوا يفجروا. أدركنا الوقت أستاذ عبد الله. أدركنا أنا آسف. فصول مفخخة بعبوات ناسفة هذه الفصول تستخدمها الطلاب يستخدموها الطلاب أبنائنا وأبنائهم والأجيال الخامسة يدرسوا في هذه المدارس. طيب استاذ عبد الله فخقوها بعبوات ناسفة كذلك شريان الحياة مشروع المياه الذي وجدناه في منطقة في قرية القفر مفخخ بالكامل وكذلك قبل فترة عندما كنا في كيلو 16 في مدينة الحديدة وجدنا أن أنبوب المياه مفخخ بالكامل أنبوب المياه القادم من القفارة والمتجه إلى مدينة الحديدة وهو يغطي مدينة الحديدة ويغطي المواطنين داخل مدينة الحديدة وهذه هي شريان الحياة قطعت شريان الحياة وفخختها كلها أبوه. نعم 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 الأستاذ عبد الله عسيلي المسؤول الإعلامي للواء الثاني زرانيق شكرا جزيلا لك. الشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة للمشاهدين الأعزاء في أمان الله.